النهارده طلاب اللي الشرقيه سوريين منظمين معرض كليه تجاره احياء لذكرى احداث الاجتحاليه والتذكره للشهيد حسين ابو ضيف اللي اتقتل على ايد الاخوان المسلمين في بعض الاحداث. للتاكيد ان الاخوان المسلمين في نفسهم ما يفرقوش حاجه عن الداخليه، راحوا فض الاعصام، راحوا ضربوا المتظاهرين هناك، راحوا قتلوا منهم، راحوا عذبوا منهم ناس. بناكد ان قانون التظاهر اللي اتعمل اللي عملته حكومه البلاوي ما يفرقش اي حاجه عن قانون التظاهر اللي عملته حكومه الاخوان. النظام ده بيوضح لنا بصوره كامله ورجوع الداخليه اسوأ من الاول تاني. النظام دوت رجع امن الجامعه اللي هو يعتبر انتصار للحركه الطلابيه ان هم اخفوا امن الجامعه من الكليات. النظام ده بيرجعه بحجه محاربه الارهاب.